وتذكر الجون اللي جه في الزمالك وحسين السيد دفع الصفت اظن عبد الواحد دفع عمرو الصفتي اللي طالع دلوقتي تسمع كلامه عجيب جدا لمجرد انه لا الكلام ده بياكل اللي من دول. هو ده اللي تبقى عايز تقول له ما بلاش انت. لا هو ده الكلام اللي بياكل اللي من دول. ده عماد متعب لسه موجود يرجع يلعب. هنشوف دلوقتي لعيبه بتطلع تقول كلام ما قالتوش بقى لها 10 15 سنه. لان هو ده اللي بياكل اللي من دول وهو ده الترند اللي مطلوب عشان هو ده سبوبه هذه الايام. الاساءه للاهلي. الاساءه للاهلي. سبوبه. طب مؤكد. هو اللعيبه دي لو ما قالتش كده حد هيجيبها ده يسمع رايها في ايه؟ باذن الله يعني. ولا حاجه. ده ناس يعني بتيجي فعلا الناس تقريبا نسيتها تماما. بس تعرف تشتم الاهلي تعالى. تعالى. او تعالى اشتم الاهلي. يعني موافق تشتم الاهلي. وكل واحد هيلاقي ستوري يقولها وانا لما كنت ده الراجل حتى العاقل اكرم عبد المجيد. انت جايب لنا في حاجه؟ هستنى بقى لما يجي في ميعاده راح.